ثم صاح الحسين عليه السلام: اما من مغيث يغيثنا لوجه الله؟ اما من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ ولما سمع الحر بن يزيد الرياحي كلام ابي عبد الله الحسين واستغاثته، اقبل على عمر بن سار وقال له: امقاتل انت هذا الرجل؟ قال: اي والله قتالا ايسره ان تسقط فيه الرؤوس وتطيح الايدي. قال: ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال؟ فقال: لو كان الامر الي لقبل، ولكن اميرك ابن زياد يغدى ذلك. فتركه ووقف مع الناس وكان الى جنب قرة ابن قيس، فقال لقرة: هل سقيت فرسك؟ فقال: لا. قال: فهل تريد ان تسقيه؟ فظن قرة من ذلك انه يريد الاعتذار ويكره ان يشاهده احد، فتركه. فاخذ الحر يدنو من الحسين بن علي قليلا قليلا، فقال له المهاجر بن اوس: اتريد ان تحمل؟ فسكت واخذته الرعده، فارتاب المهاجر من هذا الحال، وقال له: لو قيل لي من اشجع اهل الكوفه لما عدوتك، فما هذا الذي اراه منك؟ فقال الحر: اني اخير نفسي بين الجنه والنار، والله لا اختار على الجنه شيئا ولو احرق.